يا صباح الخير يا علوية، ازيكم عاملين ايه؟ ايه ده ابو علي، انت هتسلم على العلوية وانت نايم؟ وات، قوم ابو علي، انا لازم طبعا اكون واقف انتباه كمان. ده انا مش هكون واقف كمان في البيت، هطلع في اعلى مكان في البيت عندي عشان اسلم عليكم على العلوية. ليتس جو، اطلع ابو علي كده، اطلع بسرعة على الشمسية، بعد كده على طول لفوق. ازيكم علوية عاملين ايه؟ شايفين واقف في اعلى مكان في بروكلين، اعلى بيت. ايه ده، بس ممكن يكون البيت الاصفر اللي هناك ده اعلى من البيت بتاعي. مش مشكله علويه، دلوقتي انا موجود هنا وبسلم عليكم من اعلى مكان في ماب البيوت العلويه. الجد شلبي بيتصل بيا قال لي يا ابو علي لازم تكون موجود النهارده. ما اعرفش ليه، مع ان الجد شلبي وات، الجد شلبي هناك اهو علويه. ثانيه، اه والله موجود هناك اهو. انا مش شايف كويس، ايه اللي لابسه الجد شلبي؟ ثانيه كده علويه، اوكي دلوقتي نمسك طبعا العدسات بتاعت وات الجد شلبي. يا نهار زبادي، ايه كميه الفلوس اللي مع الجد شلبي في دوره دي علويه؟ يا نهار زبادي، لو الوقت حركات تزعم والله عارف الفلوس دي. اوكي ثانيه كده علويه، حركات الفرخة اكيد بيتفرج على التلفزيون يا علو. ايه ده، حركات الحرامي هناك اهو، هولي مولي، هو زعبولا وات علو. ايه ده، هما بيبص على ايه؟ ثانيه لازم اعرف هما بيبص عليه علو تقريبا هيسرقها. او ماي جاد، هما تقريبا عايزين يسرقوا الجد شلبي علو. والله وات، انا لازم اعرف الجد شلبي ان هو هيتسرق. حركات الفرخة وزعبولا بيخططوا لسرقه الجد شلبي. وانا زعبولا كل شباب يلا بينا بشاش عشان نشرب فلوس. يلا ويايا وات، جدو شلبي الحق، جدو شلبي انت هتتسرق. ايه ده، جدو شلبي راح فين؟ الحمد لله انه دخل البيت اصلا. قولي مولي فين النوبات؟ اهو حركات الفرخه وزعبوله وات دخل البيت على اهو زعبوله المزعبل. انا لازم اتصرف حالا علويه عشان كده جدو شلبي هيتسرق من حركاته زعبوله. خلينا نروح هناك بسرعه، ليتس جو. اول طبعا ما اروح لازم اقول لجدو شلبي على كل حاجه ان هو طبعا بيتسرق من حركاته وزعبوله. وات، هو ايه اللي حصل؟ وعلي انا شايف ان في اتنين حربيه كانوا جايين يسرقوني فطبعا كهربتهم. حركات انت وزعبول، يا نهار زبادي وبتكهربوا بجد، وادي حركات. ايه يا حبيبي، ما اعرفش اني شايل بوكا شايل كده وانا معايا اسلحه. مع اسلحه؟ طب انت معاك سلاح انت كمان يا حبيبي. ابو علي انا ما كنتش عاوز طب زعبولة ليه بتسرقوا؟ قوم يا حركات، قوم يا حركات. يا ابني كهربني تاني يا ابني، شابوك الله يعديك يا ابني. لا لا مش هيكهربك، قوم بس. جدو شلبي خلاص ما تكهربهمش يا جدو. طيب بس انا كنت معاقبهم. يا اولاد شايفين شنطة الفلوس اللي معايا دي فيها روبكس كتير جدا. وات علوية، ايه كمية الفلوس دي؟ اوووه شايفين الروبكس عندي؟ بصراحة حركات لي حق اني اسرق الشنطة دي، مليانة روبكس علوية. شايفين الروبكس اللي بيقع؟ جدو شلبي الفلوس دي بتاعت مين؟ الفلوس دي طبعا هيتلعب بيها مسابقة، لعبة استغباية جديدة وهتكون جامدة جدا، وهتشوفوا دلوقتي الشخصيات اللي انتوا هتلعبوا معاها. واو واو، ازيكم يا دمات حركات يا نوب؟ واو واو، صباح الخير يا بالي، ازيك يا حركات يا نوب؟ ازيك يا زعبولة؟ الحمد لله، بيسلم عليا، بقول لك حركات يا نوب، هتعمل ايه دلوقتي؟ والله بص يا واد زعبولة، بص عاوز اتدابه معلقة، بس مشكلة شابوكا بص ده هو واقف قدامي كده وانا قاعدة. هجمدي، ازيك يا ثعلب انت ودوج عاملين ايه؟ جدو شلبي يعني التحدي هيكون ايه برضو؟ هيكون لعبة استغباية يا ابو علي، ولعبة استغباية فريدة من نوعها، ما اتلعبتش قبل كده ولا مرة. ولا مرة؟ وات ثعلب، هو انت عارف حاجة يا ثعلب؟ طبعا انا عارف كل حاجة، والجد شلبي فهمنا كمان. اوه فاهمكم ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ يا دوج يلا بينا نمشي دلوقتي عشان اللعبة بدأت معانا، مع السلامة. ايه ده؟ ثعلب ثعلوب وات؟ وات يا دوج؟ واو واو اماني انا لازم نروح نستخبى، باي. واو واو سلام. هولي مولي استخبوا، جدو شلبي لعبة الاستخبى عبارة عن ايه اصلا؟ ابو علي هما فاهمين اللعبة كويس، انتوا التلاتة اللي مش فاهمين. لعبة الاستخبى دي هتكون تلاجات وغسالات وبوتاجازات فقط، مفيش اي حاجة تانية. هولي مولي، تلاجات بوتجازات غسالات؟ ايه يا حبيبي هتغسل في التلاجه كده وانت الجلابيه؟ جلابيه مين بس يا واد الفرخه انت؟ يا دوب استنى، ازاي تتغسل زي الجلابيه يعني؟ يا ابني زي الشراب كده وبيتحط في غساله ويفضل في الميه، بيفضل برمر في الميه بس يا واد النوب. هو ايه ده؟ هو احنا هنتغسل في الغساله بجد؟ معايا مش عايز اغسل في الغساله، جد شلبي ممكن اتخبى في الفليزر. فليزر ايه يا ابني استنى؟ هو يعني مش فاهمه جدا، يعني احنا نتحول لغسالات وتلاجات وبوتجازات؟ تقدر تتحول لاي بوتجاز انت عاوزه. استوب 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 يا شباكة، ازاي بس تتحول لاي بوتجاز يا عاوزه بقى؟ افرض دلوقتي اتحولت لبوتجاز، افرض يسعني واموت. انت واد مش ناقص غباء دلوقتي، والله لو ما بقتش ذاك كهربا. انا بقى خلاص يا شبكه، خلاص اتحول لبوتجاز ومش مشكله بقى فوني لساني، حتى مش هدخل اسال الاكل في فوني كله. واد حركات، ازاي تسرق الاكل اللي في الفرن؟ ما انت وقتها اللي هتكون البوتجاز، يعني انت كده بتسرق الاكل من نفسك. مش مشكله بقى يا حبيبي، اهم حاجه بوش ان انا اسال اكل كده واشبع.
شربوكا ابوش جاهز دلوقتي. اوكي جدو شلبي كلنا جاهزين دلوقتي. شايفه جدو شلبي حركاته زعبله متحمسين جدا. هو تمام ابوش متحمس حبوشه. وانا بصراحه ابو علي جاهز برضه. اوكي جدو طيب كده ثعلب ودق راحوا يستخبوا معلقه ان احنا الثلاثه في واحد مننا هيدور عليهم صح يا جدو؟ لا طبعا انتوا كمان هتروحوا تستخبوا. وات يعني احنا الثلاثه نستخبى وثعلب ودق راح يستخبوا ايه ده؟ امال مين اللي هيدور علينا؟ وات زعبول الحق. ابو علي ممكن يكون الجد شلبي والله هو اللي هيدور علينا. ايه ده الجد شلبي؟ هو انت اللي هتدور علينا جدو؟ لا حد تاني بس دلوقتي انتوا كمان لازم تروحوا تستخبوا. هولي مولي وادي حركات يا ترى مين اللي هيدور علينا؟ ممكن يكون مش بقى جدي متحركه. جدك متحركه؟ اه صح جدو متحركه. ايه ده هو جد حركات مشارك معانا في اللعبه يا جدو الشلبي؟ لا طبعا مش جد حركات، واحد تاني هو اللي هيدور عليكم ومش لازم تعرفوه دلوقتي، ما تحرقوش المفاجاه، بس احنا يا جدو الشلبي عاوزين نشوفه. خلاص انتوا بقى اللي اخترتوا. اطلع بسرعة. داون داون مستر كات مدير المدرسة، انت وادي حركات نزل البتاع اللي انت ماسكه ده، نزل الفاس يا اما ارفدك من المدرسة وهدي لك صفر في الامتحان، نزل الفاس. يا رحميك يا قطة، يا لو قطة ولا دوا علينا، مدير مدرسة يا لو قطة، بس يا قطة ما نجحني في امتحان ديسات يا قطة، عشان مش بقى جايب 20. انتوا عارفين كويس ان مستر كات مدير المدرسة مش بينجح أي حد كده وخلاص، انت وادي حركات. ما اشوفكش بتغش تاني يا اما ارفدك. انا قلت لك اهو مستر كات اهو خليتك انت اللي تدور عليهم زي ما قلت لي، ودلوقتي دي فرصتك الوحيده يا اولاد، اللي هيكسب منكم هياخد شنطه الروبوكس دي كلها. واه صح نسيت اقول لكم كمان في حاجه انتوا لسه ما عرفتوهاش. هولي مولي مستر كات بيلعب معانا. ايه الحاجه اللي احنا ما عرفناهاش لحد دلوقتي يا جدو الشلبي؟ خلاص كل حاجه ظهرت. لا طبعا في عصير وعصير جريبز كمان، العصير ده اللي هيشربه هيختفي وكده تكونوا بتلعبوا الاستغبايه وانتوا مختفيين، ولازم مستر كات يدور عليكم ويعرفكم. ايه ده نختفي؟ ازاي نختفى يا زعبوله؟ انا فرحان جدا اختفي عشان محدش يعرف يمسكني. ثانيه واحده بس، هو احنا لو شربنا عصير ايه ده؟ هو دلوقتي ثعلب ودق شربوا العصير؟ طبعا شربوا العصير عشان انتوا جيتوا متاخر. وات يعني احنا دلوقتي هنختفي علويه ويدور علينا مستر كات؟ اوكي اوكي. طب احنا عايزين عصير دلوقتي يا جدو. طبعا انا هديكم عصير، امسك يا ابو علي خد عصير. طيب يا جدو شلف يا سلام العصير بتاع الكريبتي ده طعمه جامد. واد زعبول انت خدت عصير؟ انا باخد اهو يا ابو علي. انا ماشي يا بوكا، وانا مش هتديني بقى عصير ولا ايه؟ امسك انا جاي اديلك اهو. لا يا شبوكا بقى خلينا نشرب عصير كده اهو عشان ما ادوق. ايه ده يا شبوكا عصير اشرب ده ولا ايه؟ انت مالك انت عصير قصب ولا مش قصب؟ انت مالك؟ وانا بقى يا شبوكا مش بحب عصير فياويه. عصير فياويه؟ فاكر نفسك فين انت هنا في عصاره؟ دلوقتي خلينا بسرعه اشرب اهو علي عشان نختفي. طب يا جدو شلبي بعد ما نختفي مستر كات هيعرفنا ازاي؟ مستر كات عارف كل التعليمات والقوانين بتاعه اللعبه. انتوا دلوقتي دوركم ان انتوا تروحوا تستخبوا وتتحولوا لاي اله انتوا عاوزينها، حتى مش ثلاجه وغساله وبوتاجاز، اي اله. ودلوقتي انا اطلع فوق اراقب كل حاجه بنفسي. طب يا جدو شلبي مع السلامه. او ماي جاد على شنطه الروبوكس اللي مع جدو شلبي. مستر كات يلا بسرعه دلوقتي زي ما سمعتوا كل واحد منكم يروح يستخبى، والغبي حركات ده هو فرصه واحده، لو مسكته مش هخليه يلعب تاني. سمعت حركات؟ انا بقى ليه ماشي كده يا قطه؟ انا بحبك يا قطه على فكره، بص يا قطه مش هجيب لك شبكه وتخليني مش هلعب دور كمان. زي ما سمعتني يا اما والله ارفدك من المدرسه، امشوا من قدامي دلوقتي. اوكي على دلوقتي جه الوقت ان احنا نخلص العصير ده، عشان اول ما نخلصه هنختفي فورا زي ما الجد الشلبي اشرب يا واد الزعبوله. طب يلا بسرعه بسرعه هلو نص ساعه كده نخلص العصير ده عشان نختفي اختفاء كامل. اوكي هلو انا مش عارف ليه دماغي كده مش حاسس بقى شويه، بس انا بقيت شفاف. شايفين دماغي شفافه؟ شايف الاماره ان حتى انا والسوبر ماركت من دماغي. او ماي جاد وانا زعبوله انا بقيت مختفي قدامك. علي انا شايفك بس انا كمان جسمي شفاف. هو تقريبا احنا عشان معانا نفس العصير احنا بنشوف بعض، بس مستر كات ما بيشوفناش صح يا واد الحركات؟ ابني قلت اصلا مش احول اصلا، احنا مش هنكسب بسهوله. قطه ايه بس اللي احول يا فرقه انت؟ او ماي جاد بص الواد حركاته شفاف يا علوي. شايفين حركات شفاف جسمه شفاف او بصوا بشوف منه الشارع عادي جدا. ايه يا حبيبيكا هو انا دماغي فيها شارع ولا ايه؟ يا ابني مش دماغك اللي فيها الشارع، الشارع باين من دماغك. ايه انت لو في عربيه ما بعديها تخبط في دماغي ولا ايه؟ عربيه في دماغي. بص حركات انا مش هتكلم معاك واد زعبوله دلوقتي تقريبا
تقريبا احنا بنشوف بعض، بس مستر كات ما يشوفناش. اوكي يا صحابي دلوقتي لازم نستخبى فجأة. ايه ده؟ ثعلب ودوب كده كم، خلينا نروح له بسرعة. وادي يا ثعلب. او ماي جاد، ثعلب مختفي، جسمه شفاف برضه. ايه ده؟ ابو علي انت جيتوا هنا برضو؟ ايوه طبعا جينا حبيبي. وانا شلبي انت مختفي كده ليه وانا انت؟ عشان انا يا حركات شربت العصير بتاع الجدي الشلبي واختفيت اختفاء كامل. اوه الحاول واد دوج بيختفي برضه. واد دوج وحاطط افداره. وات ايه المكنه دي؟ مش عارف بصراحه ايه اللي انت لابسه ده. واد يا دوج واو واو، الجدي شلبي قال تقدروا تتحولوا لبوتجاز وغساله وكمان دلاجه، وقال لنا كمان تقدروا لاي اله، فانا عشان كده اخترت اله عيد الميلاد دي يا بني، فما اتصلت وفيها كمان غزل بنات. واو واو انا هطلع استخبى فوق في الحفله. واو واو ايه ده؟ هو طلع استخبى فوق. اوكي الو الحز عفولة معلي، هو ازاي الواد دوج استخبى فوق واحنا شايفينه كده؟ ببص مستر كات ممكن يشوفه يا ابني. لا مستر كات واد ثعلب، هو الجدي شلبي قال لك انه مستر كات بيشوفنا. اسمع يا ابو علي، احنا شاربين العصير فبنقدر نشوف نفسنا، لكن مستر كات ما يقدرش يشوفنا ابدا عشان هو ما شربش العصير. اه زي ما قلت لكم، يعني احنا نشوف بعض لكن مستر كات ما يشوفناش. معناها كده ان الواد دوج استخبى فوق ومستر كات ما يقدرش يشوفه. واو واو استخبى في ادي حته بقى عشان بالظبط كده. والعلويه كمان احنا بنحاول نوريهم ان احنا بنستخبى فين، لكن العلويه احنا شايفين بعض عادي جدا عشان شاربين العصير، لكن مستر كات ما يشوفناش نهائي. اوكي ايه ده معايا؟ طب العلويه كده عارفه مكان دوج؟ ايوه يا ابني وما عارفه مكان دوج، بس اكيد مش هيقولوا لمستر كات على مكانه، صح يا علويه؟ ولا خلي الموضوع سري ما بيننا وانتوا ما تشوفوش دوج واحنا بنستخبى. بعد ما فهمتوا كل حاجه عن اللعبه ان احنا اصلا بنكون مختفيين وشايفين بعضنا عادي جدا، لكن مستر كات ما شفناش. اوكي اصحابي دلوقتي كل واحد مننا هيستخبى. انا مش هضيع وقتي معاكم، انا هدخل استخبى حالا. طب طب بس ايه ده الواد ثعلب؟ بصوا اتحول لبتاع شبه الاركيد، شفته زي عفوله. اه طب علي، طب انا اتحول ايه دلوقتي؟ ايمن انا جات لي فكره معلي، انا اتحول بنت المكنه. ايوه بحس عليها وجبتها. ايه رايك يا علي اتحول لمكنه واستخبى في القهوه؟ ايه ده مكنه اتحول لمكنه بسكوت؟ هتستخبى فين الزعبولة؟ هناك في القهوة يا علي، أنا هستخبى دلوقتي. قهوة؟ أوكي أوكي، حركات فرقة، أنت هتتحول لإيه يا ابني؟ وأنا بقى يا ابني هتحول لحمار. حمار؟ يا ابني حمار إيه يا ابني؟ إحنا بنتحول لمكن بس. إيه ده هو حمار مش مكنة ولا إيه؟ يا ابني حمار إيه بس اللي مكنة؟ إيه الغباء ده؟ بص الواد الزعبولة راح يستخبى هناك في القهوة. يا ابني شغل دماغك، مكنة مكنة حركات، فكر مكنة. أيوة خلاص لقيتها، هتحول لفيل بزلومة، لازم أدور فيه دلوقتي. فيل بزلومة مكنة، الواد ده غبي أوي. دلوقتي علويه انا كمان لازم استخبى. يب يب الاركيد، ممكن ادخل هنا كده في الاركيد واتحول دلوقتي علويه لاي مكنه اركيد واقدر اكسب بكل سهوله. وبوم يا علويه، بعد ما حطيت الكود دي تكون مكنه الاركيد بتاعي اللي اقدر استخبى بيها. وعلى فكره كمان لو انا صغرت نفسي او قعدت هنا كده علويه جنب المكن ده هتكون شبههم بالظبط، مكنه صغيره واقدر اكسب بكل سهوله. علويه ايه ده ابو علي؟ انا بستخبى هنا من قبلك. ايه ده الواد ثعلب؟ اه صح انا بستخبى في الاركيد. ايه ده المكنه بتاعتك كبيره كده ليه؟ بقالي اطلع بره، انا مستخبي في الاركيد قبل منك. وادي ثعلب. طيب طب خلاص هطلع، انا غير المكنه بتاعتي واطلع. بس على فكره ثعلب انت كده هتتمسك، لان اصلا بص المكنه بتاعتك طويله، انت لازم تقعد. ايه ده بجد يا بقالي؟ طيب انا اقعد اروح اقف فين دلوقتي؟ روح هناك بص جنب الحيطه. ايوه لف الاركيد بقى، لف الاركيد عشان يبقى مظبوط. شايفين علويه بالشكل ده؟ ايوه بوم، انت كده دلوقتي مختفي لمستر كات، مش هيعرفك ابدا. انا هروح اغير مكاني، هروح دلوقتي فين علويه؟ خلينا بس نشيل مكنه الاركيد ونفكر في حاجه نتحول ليها. اوكي نشوف مكان اجمد كده. ثعلب بيستخبي في مكان جامد جدا، بس اخاف ابو علي يقول لي مستر كات على مكاني. انا كده حطيت الاركيد بتاعي جنب الاركيدات التانيه، يا رب اكسب في الاستغمايه. هو ده الكافيشوب اللي انا ممكن استخبى فيه، خليني ادور على مكان بقدر احط الكحك جنبه. شايفين الكحك ده؟ انا جيت هنا عشان اقدر استخبى هنا، بس ازاي احط بقى مكنه على المكنه دي؟ مش هينفع، هي دي الطريقه الوحيده اللي انا ممكن اكسب بيها. بس خليني افكر كده ازاي اقدر احط المكنه دي، مش عارف بصراحه اعمل ايه. اوكي علويه السوبر ماركت، يب ممكن اتحول لاي حاجه في السوبر ماركت. ايوه ممكن اتحول لتلاجه البيبسي او الكولا. ايه ده مين اللي بيتحرك؟ وات يا نهار زبادي مين ده؟ او ماي جاد ايه ده حركات الغبي. وادي حركات انت بتعمل ايه؟
اطلع ابني مية مية عشان ما تخليش تمسك كناوه بتحول. متحول يا ابني؟ احنا بنتحول لمكان يا ابني، مكان اركيد، مكان تلاجه، غساله، بوتاجاز. انت بتحول ليه؟ انا بتحول لسندوتش فول وطعميه بمسك بيه كده وبالبطاطس. سندوتش فول وطعميه بالبطاطس؟ وات يا نوبي، حركات السندوتش بتاعك ده كبير جدا كده، انت هتتمسك. وانا بقول ايه رايك بس في السندوتش ده؟ بص بعد ما مش شغال اكله كله. يا ابني تاكله ايه يا ابني؟ ده انت اصلا انت اللي متحول. ايه ده؟ اكل نفسي؟ والله ان انت غبي، شايف فيني على الويل الغباء بتحول لسندوتش؟ ايه ده؟ ده سندوتش ورد ده ولا ايه؟ والله مش عارف ايه ده. ودي حركات يا نوبي يا ابني، ما ينفعش تتحول لسندوتش. انا بقى وانت مالك حبيبي؟ انا بتحول لسندوتش فول وطعميه. غير يعني تحول حاجه. بص غير الفول والطعميه. خلاص مش هتحول بقى سندوتش بتنجان وبطاطي. بتنجان وبطاطي يا ابني؟ وانا بقول لك غير نوع الاكل. غير الحاجه دي حركات، اتحول لمكنه يا ذكي. السندوتش كده كبير وهتتمسك. وانا بقى ليه؟ وما اتحول ايه بقى؟ اتحول بص حركات تلاجة، ممكن تتحول لتلاجة وتستخبى هنا كده بص في السوبر ماركت. انا بجد والله اتحول لتلاجة. تام تام بس انا مش بشوف تلاجة. قولي مولي الواد ده غبي جدا، مش عارف ده ازاي اصلا بيلعب لعبة استخبى زي دي على الهواء. انا لازم كمان. ايوه انشال اهو. ايوه هتحول ايه بقى؟ فرخة؟ وريني يا ابني هتحول لايه؟ ابني استنى بس بجيب الكود اهو. بص جبته. قولي مولي ده اتحول لتلاجة. يب كده حركات تقدر تستخبى بكل سهوله. استخبى كده حركات. طب مش هروح ادور مكان. يا سلام، شايفين علوي انا بساعده بالزق عشان تعرفوا انا بساعد حركات وبساعد. بصوا كل علوي بساعد الكل عشان يقدروا يستخبوا في مكان جامد. بس انا دلوقتي مش عارف اساعد نفسي. انا استخبى فين؟ انا كنت استخبى في السوبر ماركت وحركات خلاص استخبى فيه، معناها ان انا لازم افكر في مكان تاني. مكان جامد. انا اتحولت لمكنه الكحك دي عشان استخبى هنا في المحل ده ومحدش يقدر يعرفني. يا سلام عليك يا عبد الله ذكي طول عمرك. بس انا مش خايف غير من حاجه واحده بس، الواد حركات ممكن يجوع ويجي ياكلني. وقتها بقى اقصد بقى يا رب ما يجي. يا ترى فين الواد حركات دلوقتي ومتحول ليه؟ علويه ما تنسيش تقول لي في الكومنتات. يب لقيت علويه مكان اسطوري. وانا حركات انا امشي. اوكي انا ما اعرفش حركات بيستخبي فين، بس هتلاقي جنب الثلاجه مكان جامد جدا. خلينا نروح هنا. يا سلام المكان ده علويه هيعجبني جدا، بس لازم افكر دلوقتي استخبى في انهي حته. عشان مكان بحبه هو السوبر ماركت، كان لازم استخبى في السوبر ماركت من زمان. عشان هنا الثلاجه كده اللي فتح مش هينفع، لازم اخلي وش الثلاجه. يا رحميك والله مش شكلي كده بقى عطشت والله، عاوز اشرب حاجه ساعه بس مش دلوقتي. يا سلام عليك يا حركات الذكي، اتحولت الثلاجه بيكون عشان تبقى بين التلاجة اشلية. بوم يا علوية، شايفين المكان اللي انا مستخبي فيه؟ تحولت التلاجة كده شكلها غريب زي ما انتم شايفين، وانا مستخبي في مكان اسطوري. وطبعا اللي اقول لابو علي المكان بتاعك مش حلو، لا يا حبيبي المكان جامد جدا، بس انتوا عشان شايفين جسمي. اوكي يا علوية، يعني انا دلوقتي لو لفيت كده بصوا شكلي من ورا تلاجة بالظبط، بس انا جسمي ظاهر ليكم انتوا عشان تعرفوا انا مستخبي فين. لكن لو شفتوا بالشكل اللي بيشوفه مستر كات، يعني مثلا مستر كات لما بيجي يدور علينا مش هيشوف الجسم اصلا. اكيد انتوا عارفين حاجة زي دي. لحظة واحدة خليكم تشوفوا بالشكل اللي مستر كات هيشوف بيه. تاتاراز، ايه رأيكم دلوقتي على الوش؟ شايفين تلاجة عادية جدا، انا متحول دلوقتي لتلاجة وموجود هنا. شايفين على الوية اهو تلاجة عادية في المحل، والله مش باين خالص. السلام عليكم وعلى ستوري، مكاني جامد جدا. شايفين على الوية، وكمان لو لفيت ضهري ممكن استخبى كمان ومبقاش باين. بس الفكره علوية دلوقتي ان من الظهر دي ثلاجه محطوطه بالشكل غلط، فانا عشان كده هوقف وبوشي بس. ودلوقتي علوية اكيد مستر كات مش هيعرف مكاني. انزلوا اكتبوا في الكومنتات مين اللي هيكسب في الاستخبايه الجامده دي بحسب الاماكن اللي انتوا شايفينها. لازم انفذ تعليمات الجد شلبي، اي حد الاقيه لازم اكتب على طول في اللوحه دي اسمه واقول له انت خلاص اتمسكت. عشان كده لازم ادور عليهم واحد واحد. اول مكان محل الحلاقه ده مفيش اي حد. اللي بعده محل الايس كريم، يا ما نفسي اكل ايس كريم مفيش حد برضه. اللي بعده ودلوقتي محل الاركيد كمان، اكتر محل انا حافظه عشان الطلاب اللي بتهرب من المدرسه وبتيجي هنا تضيع فلوسها ووقتها في محل الاركيد الالعاب دي، انا بمسكهم على طول في المحل ده وبرفدهم. فالمحل انا حافظه هنا. انا شفت حاجه غريبه هنا، ايه المكنة دي؟ انا لسه بقول ان المحل انا حافظه سم. المكنة دي جديدة، هما ممكن يكونوا عملوا ابديت وضافوا مكنة هنا. المكنة بتتحرك. انت مين؟ انا مسكتك، لازم تقوم طاف. خلاص انا دلوقتي واثق ان انت واحد حقيقي، وطبعا لو الاختيار بتاعي طلع غلط وده ما طلعش شخص حقيقي انا كده اكون خسرت. بس انا واثق ان ده واحد حقيقي. قوم اقف دلوقتي، انا واثق من قراري. مش عاوز تسمع الكلام يعني؟ معناها كده هستخدم المسدس اللي الجد شلب الدولي. امسك. ايه ده بس يا مستر كات، لازم تمسكني يعني؟ كان نفسي اكسب في لعبة استغماية لو لمرة واحدة، انا مش هكسب كده خالص شكلي. ايه ده في الاخر يطلع ثعلب؟
انا افتكرتك حركات عشان بمسكه في المكان ده كتير. دلوقتي انت اتمسكت يا سالم. نفسي اكسب لعبة الاستغماية مرة واحدة بس. سالم انت كده خلاص جيم اوفر، انت اتمسكت، خليني ادور على البقية. اول واحد اتمسك. يا ريتني كنت خليت ابو علي اللي يستخبى هنا وانا كنت اشوف مكان تاني. للاسف اتمسكت. يلا على المطافي هنا، بس في مكان فوق هنا خلينا اتاكد منه الاول. مستر كات مدير المدرسه لازم يستخدم كل ذكائه، مفيش اي حد هنا ولا هنا اي اله على الترابيزه اللي جنب دي. خلينا نشوف هنا قدام هي ايه البتاع اللي على الترابيزه دي، انا اول مره اشوفها، وكمان الترابيزه اللي ورا ما عليهاش اي حاجه. ايه ده بتتحرك قدامي، انا واثق ان ده واحد كمان. الترابيزه اللي هناك ما فيهاش اي حاجه، والترابيزه دي عليها الاله دي، اكيد ده واحد، انا لازم امسكه دلوقتي. اظهر. كده اكون مسكتك انت كمان يا دوج. دوج اتمسك وبره اللعبه، مسكت سالم ودوج. يلا يا دوج قدامي، خلينا ادور على البقيه. دلوقتي لازم ادور في المستشفى وكمان المدرسه بتاعتي، بس هياخدوا وقت طويل. وقت حركات مستخبي فين عشان امسكه دلوقتي. ايه ده، ممكن يكون حركات بياكل هنا او بيشرب حاجه في الكافي شوب ده. خليني ادخل ادور في المكان. ايه ده، ايه اللي بيتحرك على الترابيزه دي؟ انت اتمسكت، انا واثق ان انت حركات صح، كمان جسمك مش موجود على الترابيزه بشكل صحيح. انت واحد ومستخبي متنكر، اطلع دلوقتي يا اما اضربك بالمسدس. طيب امسك. عشان المكنه اللي في ظهرك دي يا زعبوله مش محطوطه على الترابيزه بشكل سليم. ازاي ما انت مش محطوطه بشكل سليم؟ انا كنت قاعد بص بالطريقه دي. مستر كات انت مسكت حركته معايا ولا لسه؟ انا مسكتك دلوقتي يا زعبوله، اسمك عليه علامه غلط، والجد شلبي كده عرف. راح ادور على البقيه. يلا خلينا نشوف حركات. ايه ده يا حماريكا؟ ايه ده؟ لا وحركات لسه بتنزلش. ازاي بس عرفوا مكان انا مستخبي في مكان تاني؟ ايه المكنه بس دي يا ريت كنت جبت مكنه تانيه. مستر كات استنى، يا رب يمسكه ويكون مستخبي في المكنه. حركات الغبي ايه ده؟ انا مش لاقي ولا بالي ولا حركات. مستر كابتن وانت دورت ده حتى انا في المحلات اللي هناك دي. اه صحيح، انت فكرتني يا زعبوله بالاماكن دي، انا ما دورتش غير في محل بس الحلاقه والمحلات التانيه والمدرسه والمستشفى. انا اروح ادور في المطعم وكمان عند السوبر ماركت. يا رب يمسكوا بقى عشان ما يكسبوش، دول مش عاوز حد منهم يكسب. ولا لقيت اي حد في المطعم هنا، معناها ان انا لازم اروح المحلات اللي قدامي دي. انا حميك ماتي بتشاو شاو جعجعوني الا ونفسي اكل، ولا مش خلاص ما يجعل شكلي كده تعمل استغمادي ولا تمر. لازم اسمع شك دوري الا ما يجعل كده الاوي. مفيش اي حد يقدر يستخبى مني. الاوي مش كان جاي شي مباكت، مفيش وقت الاوي، خليني استخبى بسرعه في المكان اللي انا كنت فيه. مش كده زي ما نفسك في حياتك. مستر كات مش بيستسلم، انا كنت شغال مدرس في المدرسه لحد ما بقيت مدير المدرسه، مش هستسلم ابدا ولازم امسككم. خلينا بص كويس، كل حاجه مظبوطه في السوبر ماركت الا التلاجه دي هي الوحيده اللي مفتوحه، معناها ان في حد فتحها، بس يا ترى مين اللي فتحها؟ خلينا اقفلها الاول واركز كده واشوف مين اللي مستخبي هنا بطريقه مش مظبوطه. في تلاجتين على الجنب وتلاجتين الناحيه التانيه، معناها ان في تلاجه هنا زياده. يا ترى التلاجه دي مين؟ اظهر وبان احسن لك، يا اما كهربك. اطلع دلوقتي. مش طالع، روح دور في حته تانيه. يا سلام، وكمان بترد عليا؟ انا دلوقتي هطلعك بطريقه اسطوريه، هوريك حركات. انا اجيب لك الشيبس اللي انت بتحبه، شاف الشيبس بتاعك ده؟ هاكله قدامك اهو. بط، شيبس بالشطه. راح ميكا بتاكل الشيبس بالشطه قدامك كده. قطه قطه، هات الشيبس. اوعى تشدي، بتعضني هديك الشيبس. انت قطه مش اللي جبته بنفسك، هات الشيبس بتاع بقول. يا دماغي ما كنتش اعرف ان اسنانك قويه كده يا وادي حركات. انت سامع بقى قطه؟ انا مش كنت جعجعونه، راح تجيب شيبس بالشطه وتاكل قدامك ده اول. بس وانا معلم بس مستخبي في المتاهة اللي قدامك دي. مستخبي فين يا وادي حركات؟ قول لي في أي مكان. بص يا قطة، في السينما
في التلفزيون. ايه ده في السينما في التلفزيون؟ طيب انا اروح هناك دلوقتي. والله يا علويه مكان اسطوري، بس انا رجلي وجعتني من الوقفه دي. قولي مول على مكان وات. ايه ده؟ اولا شفت وانت ماشي داخل في مكان ده اول وات وات وات، حركات بيرشد على مكاني علويه، والله حركات غشاش. ايه ده؟ تابع حركات. ماشي انا اروح ادور في الحته اللي هناك دي، خليك واقف هنا كده عشان ممكن احتاج مساعدتك. طب طب انت ممكن اكون ماشي بقى من ايش واد بيزك ده من المحل ده، بحبش الدوشات بتاعتهم كمان. انا بقى خليني اجيب بيزي بالزيتون احمي، كان بيزي بتاعتهم جميله جدا، كمان مفيش حد في المحل الحمد لله. دلوقتي لازم ادخل كمان اجيب بقى من بيزي التاني اللي احمي كايدي، اما كان دي بتطلع معاكم بقى شاب بلاش ولا ايه؟ خليني بس اكل بيزي بالزيتون اول واشوف المكان دي بتطلع ايه، خلينا ندوس عليها. امشي يا غبي امشي يا غبي، مش ناقصك الحكاية امشي. المكنة دي ممكن تكون المكنة اللي عامل فلوس، ابوك شغال بلاش. بيضربني في وشي. المكنة دي اللي مش عاملة تشتغل كده اول، طلع لي 20 دلوقتي. عمال يضرب علوي كل شوية. ما انا لازم اعرف المكنة دي بتاعتي ولا بشامها، اشتغلي. ما لقيتش أي حد في التلفزيون، أنت بتكذب عليا يا واد يا حركات، أنا مش لاقي أهو هناك أهو. ما أنا مش معايا فلوس بقى عشان أحط لك فلوس يا حبيبتي، هتشتغلي يعني تشتغلي. أنت يا واد يا حركات. حركات. ايه ده وانت؟ وانت جو؟ وانت تعرف تشغل المكنة دي وانت عشان مش عاوز تشتغل كده أول؟ أنا عاوزك بس تساعدني وتشغلها عشان بس ما عاوز أشرب عصير فيها. نعم يا أخويا، عصير اللي فيها حبك تشرب العصير دلوقتي. الحمد لله إنه مش شايفني، ومستر كات مديله بالمسدس عشان ما يشوفنيش. يا واد امشي امشي يا واد. لازم أشغلها. بيضربني في وشي. ستوب ستوب. أنت يا واد أنت المفروض إن أنت ما كنتش تعرفه مكاني. أنا أحميك عصير أم علي. عصير ام علي؟ الواد ده غشاش ماستر كات. ام علي انت خلاص اتمسكت. اتمسكت مين بس هو اللي عرفك مكان النوم ده؟ واد ام علي ده واد عصير بتاعك، واد دماغك مش عصير بتاعي. عصير بتاعك وعصير بتاعه، واحنا فاتحين تلاجات هنا عصير. انت واد يا نوب، لازم اقول لجد الشلب ان انت السبب في ان انا اتمسك والله يا حركات. قلت لك ده واد عصير بتاعك بديك في وشي. بيضربني على وشي، شايفين قدامكم اهو. لازم دلوقتي كلكم تنزلوا تكتبوا له الجد الشلبي. حركات خرب الاستغماية. علوي والله دلوقتي ضربني، لازم انا كمان اضربه. امسك.